كتير من الناس قبل ما يبدأ دايت أو قبل ما ياخد الخطوة خالص بيبقى خايف، وكتير ما بيبدأش أصلا، وكان الرد بتاعه أصلا أنا خايف ما خسش. نعم والله بيقول كده، خايف ما خسش. طب هو أنت بدأت عشان تعرف هتخس ولا ما تخسش؟ لا ما بدأتش. طب أنت عملت دايت قبل كده؟ لا ما عملتش. طب ما تبدأ يا ابني. لا أصلا أنا خايف ما خسش. طيب معانا شرح اليوم 23 ان شاء الله من شهر رمضان، كل عام وانتم بخير. هاي ايوه انت عايز تبقى رشيق؟ تبقى رشيق يعني اشترك في القناه بس كده. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، واسعد الله اوقاتكم بكل خير. اهلا بكم على قناتكم وعلى صفحتكم لو نفسك تخس. وكتير من الناس للاسف الشديد لما تيجي تقول لها يلا نبدا دايت يقول لك انا صراحه يعني مش هقدر ان انا ابدا دايت. طب ليه مش هتقدر؟ في حاجه تمنعك؟ لا بس انا الصراحه خايف اعمل دايت على الفاضي وما اخسش. يعني ايه تعمل دايت على الفاضي وما تخسش؟ يعني طب انت عندك مشكله صحيه مثلا؟ يعني انت مثلا عملت مثلا عندك تحاليل، عندك مشكله في الغده فمحتاج ان انت تعالجها الاول. يا سيدي حتى لو عندك مشكله في الغده، لو بدات دايت معانا من دلوقتي حتى لو عندك الغده ولسه ما خدتش العلاج هتخس برضه والله. طب بتاخد مثلا ادويه فيها كورتيزون وخايف برضو لو عندك يعني مشكله وبتاخد كورتيزون برضو هتخس والله برضو؟ لا اصل انا كويس جدا والحمد لله، عندي تحاليل تمام وصحتي تمام وحرقي تمام، بس انا الصراحه خايف ما اخسش. يعني ايه خايف ما تخسش؟ اصل الموضوع ده مش موضوع خوف، يعني الموضوع نفسه مش موضوع بالخوف، موضوع ان واحد زائد واحد بيساوي اتنين. وهو ده اللي دايما كنت اقول لك عليه، ان كتير من الناس للاسف الشديد بيبقى فاكر ان موضوع الدايت ده مثلا يعني ايه كده وخلاص، يعني على حسب، يعني حسين واحمد هيخسوا لكن محمود لا، فؤاد وعلي هيخسوا لكن عبد السميع لا. لا مش كده، يعني هو الفكره ان كل واحد فيكم هيلتزم هيخس، بس كل واحد فيكم ليه مقدار من الخسسان، يعني كل واحد فيكم هيخس غير التاني. يعني في واحد هيخس 5 كيلو، في واحد هيخس 4 بس، في واحد هيخس 3 بس مثلا اول اسبوعين، في واحد هيخس 2 كيلو بس، وهكذا. ده متوقف على حاجات كتير، متوقف على الكتله العضليه بتاعته قد ايه، وبالتالي الحرق بتاعه قد ايه، والمخزون الدهون عنده قد ايه. يعني كل واحد مختلف عن التاني في معدل انقاص الوزن، لكن مش هتخس دي صعبه جدا. يعني حتى لما يجي حد يقول لي انا مشيت على النظام الغذائي وما خسيتش، اقول له انت ما مشيتش. اه والله كده وش على طول، ما خسيتش، اقول له لا انت ما مشيتش. يقول لي طب ازاي يعني؟ اقول له علشان خاطر حضرتك ما التزمتش. لا اصل الصراحه انا يعني ايه كان نفسي ان انا التزم، بس الحقيقه انا التزمت يوم وما كملتش، اصل انا خفت ما اخسش برضه. يعني ايه ما خفت؟ يعني ايه خفت ما اخسش؟ يعني ايه خفت دي؟ الحقيقة مفيش حاجة اسمها خفت ان انا ما اخسش. في حاجة اللي انت لازم تعرفها، ان جسمك ده عبارة عن حاجة بتحتاج طاقة، آلة بتحتاج طاقة، ماشين بتحتاج طاقة. الطاقة دي بتاخدها من الاكل والشرب بتاعك. طيب انا دلوقتي لما يعني ادي للآلة دي او للماشين دي الطاقة اقل من اللي هي محتاجاها، هتعمل ايه؟ هتلاقي المخزون بتاعها وتدور في المخزون بتاعها وتبتدي تسحب منه، اللي هو ايه؟ اللي هو الدهون الزيادة اللي عندك، اللي هي ايه؟ اللي هي بقى كرشك، اللي هي بقى الارداف بتاعتك، اللي هي بقى كتفك، الحاجات الدهون اللي هي مستخبية في جسمك دي يبتدي ياخد منه. هو ده كل الموضوع ببساطة، لكن ملهاش اي حاجة. يعني مثلا ايه جسمك يقول لك الواد ده خبيث، لا مش هخليه يخس، انا هخليه كده بس، حتى لو ما اكلش خالص مش هخليه يخس. لا مش كده، هو الموضوع مش كده خالص. الموضوع بكل بساطة ان انت لو التزمت هتخس، لو انت مشيت على النظام الغذائي هتخس. بلاش تحبط نفسك. طبعا ده نوع من انواع عدم الثقة في النفس، يعني انت مش واثق في نفسك، انت دايما بتفشل في حاجات كتير في حياتك، فخايف ان انت ما تحققش الهدف ده برضو، خايف ان انت تفشل. ولو انت فشلت في الحاجة دي هتتوجع اكتر. بالعكس بقى، انت لو انت ما عندكش ثقة في نفسك في حاجات كتير جدا، خلي بداية الثقة بالنفس في الحاجة دي، وهي هتصنع لك الثقة في كل شيء، في كل شيء. ليه بقى بقول كده؟ لاني دايما الناس اللي وزنها زيادة زي حالاتي، عشان ما تقولش بس ان انا بقول كده بتكلم على حد مثلا، زي حالاتي في وقت من الاوقات انا ما كانش عندي ثقة بالنفس ان انا مثلا ممكن انزل اتمشى مع ناس واكمل معاهم. ليه؟ لاني انا مجرد ان انا نزلت وتمشيت بالظبط 100 متر الاقي جنابي وجعاني وبنهج ومش قادر اخد نفسي وحاسس ان انا هيغمى عليا، وبالتالي عندي عدم ثقة بالنفس ان انا ممكن انزل اتمشى واتحرك مع الناس وان انا اخرج معاهم عادي.
لما خسيت بقى عندي ثقة بالنفس ان انا ممكن اتمشى، ممكن انزل اجري مع الناس، ممكن انزل اركب عجل مع الناس، ممكن ان انا اتحرك عادي، ممكن ان انا البس لبس كويس. وده برضو نوع من انواع عدم الثقة بالنفس، ان ناس كتير جدا للأسف الشديد بتلاقيهم ان هم ما عندهمش ثقة بنفسهم، وخصوصا من خلال لبسهم، لان لبسهم بيبقى عايزين يداروا نفسهم شوية، عايز يداري كرشه، عايز يداري رجليه، عايز يداري صدره، عايز يداري المناطق اللي هي بتبقى ملفتة في جسمه نتيجة السمنة وهكذا، بيبقى عنده عدم ثقة بالنفس. وانا قلت يمكن قبل كده ان انا كان وصل بي عدم الثقة بالنفس ان انا كنت ممكن امشي قدام الناس لو انا حسيت بس ان حد بيبص عليا وانا راجل اهو، لكن كنت بكرش وكان شكلي مش لطيف يعني، كنت بتكعبل، رجلية بتتكعبل في بعض والله. وده من حاجات يعني دي من مسببات السمنة. وبالتالي دعوة لكل واحد بيقول لنفسه ان هو مش هيخس حتى لو التزم بالنظام، انا بقولك لو انت التزمت انت مش بس هتخس، انت هتكسب حاجات كتير جدا. الثقة في النفس، والثقة في النفس انا بقولها ان هي هتبقى عامة في كل شيء، مش بس في ان انت هتخس، لا ده انت هتلاقي نفسك ان انت بقى عندك طاقة تقول ايه ده الحاجة دي انا كنت فاكرها صعبة، دي سهلة. تجرب حاجة تانية انت كنت فاكرها صعبة، زي مثلا دراسة مادة معينة او دراسة حاجة او كورس معين، هتلاقي نفسك ان انت بقيت شاطر فيه. لا ده انا شاطر اهو، ده انا بقدر اعمل حاجة. هتلاقي نفسك ان الموضوع كر معاك، بقى عندك ثقة قوية في نفسك. وطبعا اجعل ثقتك في الله اولا، يعني خليك واثق كده ان ربنا سبحانه وتعالى بمجرد ان انت هتتوكل على الله وتبدأ، ربنا هيعينك على اللي انت بتعمله وهيوفقك في اللي انت بتعمله. فبمجرد ان انت استشعرت ده بس كده وبدأت، هتلاقي ان الموضوع مشي معاك بأحسن كمان من اللي انت متخيله. فدعونا نثق في نفسنا من جديد، دعونا نبدأ من جديد، ودعونا كمان نروح نشوف شرح اليوم 23 من شهر رمضان. كل عام وأنتم بخير، وأتمنى كده أن يكون التشجيع اليومي فعلا مفيد للناس. وياريت تكتبوا لنا في التعليقات فين اللايكات، فين التعليقات، فين ها؟ طبعا لازم تعرفوا أن أنا بحبكم والله العظيم، عشان كده أنا حبيت ان انا كل يوم كده اطلع اشجعكم خلال شهر رمضان. ان شاء الله باذن الله كلنا هنوصل للرشاقه، كلنا هننعم بالرشاقه وبالصحه والسعاده. تحياتي ليكم، واستودعكم الله الذي لا تضيع دعوه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ونبدا نظام اليوم 23 من شهر رمضان، كل عام وانتم بخير. وطبعا نبدا بالنظام جميع الاوزان، نشوف النظام لليوم 23، نفتح الجدول الجميل بتاعنا ده، هنلاقي النظام رقم 2. واو، نظام سهل طبعا. هنشوف كده اهو، شايفين عندنا نشويات في السحور، وكمان عندنا في الفطار نشويات، ولكن النشويات في السحور هي الحصه الكامله بتاعه النشويات، اما النشويات في الفطار فهنلاقيها نص كميه النشويات اللي احنا متعودين عليها، ولكن عندنا في الوجبتين في نشويات، فطبعا ده حاجه سهله ليكم. نروح لنظام المرضعات اللي هيكون برضو نظام رقم 2، يوم 23 نظام رقم 2، هو نفس النظام برضو، النشويات الحصه الكامله في السحور، والحصه نص الحصه في الفطار. برضو نظام الأشبال نفس برضو الكلام، نظام يوم 23 رمضان نظام رقم 2 نفس النظام برضو، النشويات كاملة وحصة النشويات كاملة في السحور، نص حصة النشويات في الفطار. أما نظام الصيام الطويل هيكون مختلف، وهيكون عندنا اليوم 23 رمضان هيكون عندنا نظام رقم 3. نظام رقم 3 هيكون مفيش نشويات في الفطار، لكن السحور هيكون عندنا الحصة الكاملة من النشويات. نروح بقى لنظام غير صائمين، عندنا الثلاث وجبات، هيكون عندنا النظام رقم 3، وهيكون الثلاث وجبات مفهومش نشويات. وطبعا ده يعني نظام مختلف عن نظام الصائمين خالص، لان في ثلاث وجبات. وبالتالي نكون كده انتهينا من عرض سريع لنظام اليوم 23 من شهر رمضان. كل عام وانتم بخير، وتشجعوا علشان توصلوا لهدفكم، واي يوم هتلتزم بيه هتلاقي فيه نتيجة رائعة إن شاء الله بإذن الله. تحياتي ليكم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودعوه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في طرق كتيرة جدا للحصول على أنظمة لو نفسك تخس، أسهلها أن أنت تدخل على جوجل وتكتب لو نفسك تخس بس، هيطلع لك كل حاجة خاصة بلو نفسك تخس، سواء قناتنا على اليوتيوب، صفحتنا على الفيسبوك، زي ما انت شايفين دي صفحتنا على الفيسبوك لو نفسك تخس، الصفحة الرئيسية،
وكمان لو دخلت على قناتنا على اليوتيوب هتلاقي قناة كبيرة جدا اسمها لو نفسك تخس، وكمان تقدر تحمل تطبيق لو نفسك تخس على موبايلك الاندرويد بكل سهولة وبينزل عليه الأنظمة كل يوم. وكمان عندنا موقعنا الرسمي لو نفسك تخس،